بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. نحييكم ابناء الطلاب وبنات الطالبات في برامج التربيه الفكريه في هذا اليوم المبارك نبدا معكم درسنا باستعراض اللوحه التعريفيه لدرسنا لهذا اليوم الصف والمرحله الاول الابتدائي الفصل الدراسي الثاني الماده هي ماده القران الكريم والدراسات الاسلاميه. وموضوع درسنا لهذا اليوم بعنوان الله الخالق. اسم المعلم محدثكم الاستاذ محمد القرني. نبدا يا احبائي ان شاء الله بالتعليمات الهامه في بدايه كل درس التي نرجو من خلالها من الاسره الكريمه تهيئه الجو المناسب واحضار الكتاب والادوات اللازمه للطالب والطالبه والاستعداد لبدء الدرس جميعا. الهدف العام يا ابنائي وبنات الطالبات من هذا الدرس ان يتعرف الطالب على ان الله سبحانه وتعالى هو الخالق العظيم لكل شيء أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق العظيم لكل شيء من الاهداف الخاصه لهذا الدرس ان يعرف الطالب ان الله هو خالق كل شيء ان الله سبحانه وتعالى ربنا هو خالق كل شيء ثم ان يعرف الطالب بعض من مخلوقات الله عز وجل نبدا جميعا استعدين يا ابنائي جميعا في استعراض الشريحه الاولى لديكم في الكتاب المدرسي رتب في النشاط الاول رتب البطاقات التاليه لتكوين جمله مفيده احسنتم يا ابنائي الان ننظر في النشاط الاول الله الكلمه الاولى هي كلمه الله 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 الكلمه الاخرى الثانيه خالق خالق جميل الكلمه الاخيره هي كل شيء كل شيء اذن الكلمه الاولى الله 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 خالق كل شيء الله خالق كل شيء إذا أين نضع الكلمة الأولى؟ الكلمة الأولى هي الله ثم خالق كل شيء هكذا الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى نكتبها جميعا يا جميع ابنائي هكذا الله الله خالق الله خالق كل شيء كل شيء احسنتم بارك الله فيكم يا ابطال إذا الله خالق كل شيء الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء انظر أصبح الكلمة بهذا الترتيب الله أولا هكذا الله ثم ثانيا خالق ثم ثالثا كل شيء إذا نعلم أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء ما معنى ان الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء؟ نعم يا ابنائي ما معنى هذه الكلمه؟ احسنتم اذا الله سبحانه وتعالى ابتدأ الخلق وابدعه في البدايه اذا الله سبحانه وتعالى خلق الخلق في البدايه وهو الذي اوجد كل شيء اوجد كل شيء اوجد كل شيء من العدم لم يكن شيئا موجودا الا الله سبحانه وتعالى وهو خلق كل شيء ما معنى كل شيء اي الارض والسماوات والانسان والقمر والشمس والانهار والجبال وال وكل شيء اذا كل شيء يعني كل شيء ما عدا الله سبحانه وتعالى اي شيء كل شيء خالقه الله سبحانه وتعالى احسنتم اذا رتبنا يا ابنائي هذه الجمله بالله خالق كل شيء الان يا ابنائي نبدا في النشاط الاخر النشاط الثاني لون جمله الله خالق كل شيء انظر الله خالق كل شيء احسنتم الان تاخذون الالوان ونبدا في تلوين هذه الجمله التي هي الله خالق كل شيء احسنتم نبدا جميعا الله احسنتم جميل يا ابنائي احسنتم الله الله خالق كل شيء الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء احسنتم الوان جميله داخل الكلمة: الله خالق أحسنتم إذا الله هو خالق كل شيء، الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء في الأرض وفي السماء وخلق النبات وخلق الغيوم وخلق سبحانه وتعالى كل شيء في الارض وفي السماء. فإذا ابنائي نعلم ان الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء. نعلم الان بمعنى كل شيء ان الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء او اوجده من العدم. ننظر يا ابنائي الان الى بعض من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. تشاهدون في الصوره الان بعض من مخلوقات الله عز وجل. من اول هذه المخلوقات التي نشاهدها دائما الجمال او هذا الجمل صورة الجمل الجمل خلقه من يا ابنائي نعم خلقه خلقه الله احسنتم اذا الجمل هو من مخلوقات الله سبحانه وتعالى كما تشاهدون نكتب بهذه الطريقة بخط اوضح الجمل هو من مخلوقات الله سبحانه وتعالى وايضا كما نشاهد في الصوره القمر القمر الذي نشاهده في السماء في المساء في الليل هو من مخلوقات الله سبحانه وتعالى القمر القمر احسنتم وايضا كذلك النخل النخيل النخيل هو كما نشاهد الذي ناخذ منه التمر من الذي خلقه؟ خلقه الله سبحانه وتعالى ومن اعظم واجل مخلوقات الله سبحانه وتعالى الانسان كما نشاهد في هذه الصوره خلق الانسان واعطاه هذا العقل والتمييز خلقنا الله سبحانه وتعالى ننظر في انفسنا من خلقنا يا ابنائي؟ خلقنا الله سبحانه وتعالى اذا الانسان الانسان احسنتم الانسان من معظم من اعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى الانسان من اعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى وايضا من مخلوقات الله سبحانه وتعالى التي نشاهدها وينزل منها الامطار السحب او الغيوم هذه التي نشاهدها في السماء خلقها الله سبحانه وتعالى اذا يا ابنائي هذه بعض من مخلوقات الله سبحانه وتعالى ايضا نتامل في الصوره التي امامنا بعض من مخلوقات الله سبحانه وتعالى بعض من مخلوقات الله سبحانه وتعالى ومنها كما ذكرنا الجمل والنخيل وال والانهار تشاهدون النهر هنا وايضا الطيور خلقها الله سبحانه وتعالى فهذه يا ابنائي مخلوقات الله سبحانه وتعالى عز وجل ابدعها وصورها فهذا يدل على عظمه من؟ يدل على عظمه الخالق احسنتم خالق كل شيء هو الله سبحانه وتعالى اذا احسنتم يا ابنائي الان في النشاط الاخير بعض من مخلوقات الله التي نشاهدها دائما مثل هذا العصفور هذا العصفور من مخلوقات الله سبحانه وتعالى من خلق العصفور والطيور جميعها؟ الله سبحانه وتعالى لون هذا العصفور خلقه الله سبحانه وتعالى احسنتم ايضا هذه الشجره خلقها الله سبحانه وتعالى وهي من مخلوقات الله عز وجل احسنتم بارك الله فيكم هذه النخيل وهذه الاشجار التي ناخذ منها الثمار هي من مخلوقات الله سبحانه وتعالى التي يتغذى عليها الانسان وتتغذى عليها الطيور. وايضا من مخلوقات الله سبحانه وتعالى ايضا من يا ابنائي؟ هذا القمر وهذا البدر الذي نشاهده في السماء. احسنتم بارك الله فيكم وايضا كذلك مخلوقات الله سبحانه وتعالى العظيمه الشمس الشمس التي تطلع في النهار وتمدنا بالطاقه والحراره نلونها بهذا الشكل احسنتم وايضا كذلك مخلوقات الله عز وجل الحيوانات ومنها هذا الارنب هذا الارنب احسنتم بارك الله فيكم جميعا اذا هذه يا ابنائي نبدا في النشاط ونعرف بعض مخلوقات الله ثم نلونها بالشكل المناسب لها الى ان نلتقيكم بمشيئه الله تعالى يا ابنائي في الدرس القادم نستودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته